السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنتكلم إن شاء الله النهاردة مع بعض في الفيديو ده عن الموديول رقم 2 في تريننج الـ HCIA Data Com Version 1، التريننج الخاص بهواوي. بيتكلم الموديول ده عن Network Reference Model. هنتعرف مع بعض يعني إيه Network Reference Model. بنتكلم طبعا هنا عن الـ Digital Era، وعندنا انواع مختلفة من الانفورميشن اللي احنا بنتعامل بيها في حياتنا. فهنا بنسأل بعض سؤال، ما هي الداتا، وازاي الداتا دي بترانسميتد فروم سورس تو ديستنيشن. في الموديول ده هنبتدي اللي احنا نعرف يعني ايه نتورك ريفرنس موديل، وهنفهم ازاي الداتا بتاعتنا بتنتقل من سورس لديستنيشن. بعد ما نخلص بإذن الله الموديول ده مع بعض، هنكون اتعرفنا على الـ Data Definition و Transmission Process. هنبتدي نعرف الـ Concepts والـ Advantages of Network Reference Model، ما هي المفاهيم الرئيسية والمميزات بتاعة الـ Network Reference Model، وهنبتدي نتعرف على الـ Common Standard Protocols، بعض البروتوكولات اللي هي المشهورة اللي احنا المفروض نكون عارفينها. بعد كده هنعرف طبعا يعني ايه Data Encapsulation، وهنعرف يعني ايه Decapsulation Process. اول سيكشن معانا اللي هو الابلكيشنز اند داتا. الاوريجين اوف ذا ستوري، الابلكيشنز بيقول هنا الابلكيشنز اللي موجوده عندي انت بتستخدمها علشان ريكويرمنتس مختلفه. يعني كل واحد مثلا فاتح بيفتح جوجل كروم، بيبتدي يعمل ويب بيج اكسس، بيبتدي يلعب العاب اونلاين جيمنج او اونلاين فيديو زي ما احنا عارفين. يعني انت بتفتح الكمبيوتر بتاعك علشان تفتح ابلكيشنز، هتفتح بقى جوجل كروم، مايكروسوفت ايدج، فايرفوكس، تلعب لعبه معينه، تفتح اليوتيوب، تعمل لايف ستريمنج. كل الكلام ده الغرض من وجود الشبكه او وجود عامه المسمى بتاع ترانسميشن. الانفورميشن بتاعتك جنريتد along with applications. يعني انت وانت فاتح الابلكيشن ده بيبقى في عندك داتا موجوده، سواء كانت تكست او بيكتشرز، صور، فيديوز. كل المعلومات دي بتبتدي اللي هي تتعرض قدامك في الابلكيشن اللي انت شغال عليه. الابلكيشن امبلمنتيشن بيكلمك هنا عن الداتا جنريشن في الكمبيوتر فيلد او في مجال الحاسب. الداتا بتاعتنا هي عبارة عن كل انواع الانفورميشن اللي موجود. اي انفورميشن بتتعرض قدامك فهي دي بالنسبة لنا بتعد داتا. الداتا ترانسميشن، الداتا بتاعتك generated by most applications needs to be transmitted between devices. يعني انت لو في داتا موجوده المفروض الداتا دي لو موجوده عند اكس هتنتقل على سبيل المثال لواي، فهي المفروض هتنتقل او تبتدي تتنقل على مجموعه من الديفايسز. فبيقول هنا does an application need to complete the entire process from data generation to data transmission. يعني الجهاز اللي موجود عندنا ده هو اللي مسؤول عن اللي هو يبتدي يجنريت الداتا وفي نفس الوقت اللي هو يعمل ترانسميشن. فاحنا ان شاء الله مع بعض هنتعرف على الكلام ده مع بعض. السكشن رقم 2 هيبتدي يكلمك عن النتورك ريفرنس موديل والستاندرد بروتوكولز. قبل ما نتكلم عن الاو اس اي ريفرنس موديل هنحكي سيناريو بسيط. على سبيل المثال انت سافرت دولة من الدول اللي بتتكلم لغة غير اللغة العربية، يعني مثلا بتتكلم لغة فرنسية، فانت ما تعرفش اصلا اللغة الفرنسية، وفي نفس الوقت انت ما تعرفش الا اللغة العربية. فعلى سبيل المثال هيقول لك في لغة ستاندرد كده معروفة احنا كلنا بنتعامل بيها، اللغة الانجليزية. لو انت كلمت اي حد هناك هيقدر اللي هو يفهمك. نفس الكلام برضو في الداتا كوميونيكيشن. لو انت عندك جهاز اكس وجهاز واي، الجهازين دول عاوزين يكلموا بعض. طبعا الجهازين دول من فيندورز مختلفه، يعني مثلا الجهاز الاولاني اتش بي والجهاز الثاني ديل، فاحنا محتاجين الاثنين دول يكلموا بعض ويبعتوا داتا لبعض. فعشان يبعتوا داتا لبعض انت هنا محتاج زي ما نقول معنى صح كده، محتاج موديل او ستاندرد هنمشي عليه كلنا علشان نقدر نفهم يعني ايه داتا كوميونيكيشن. ففي الحاله دي الـ OSI Reference Model بدا يظهر معاك وبدا يفهمك الكوميونيكيشن وازاي الكوميونيكيشن بتاعك ده بيتم. وطبعا الكلام ده احنا يعني الناس استفادت فيه كتير جدا، واكيد انت يعني الناس اللي سمعت فيديوز عن النتورك عامه دايما كان بيسمع عن الـ 7 Layers وبيسمع عن الـ OSI Reference Model.
فالاو اس اي ريفرنس موديل هم 7 لايرز. لو جينا نستعرضهم مع بعض كبدايه كده، يعني زي اوفر فيو قبل ما نخش في التفاصيل، هنتكلم عن الفيزيكال لاير. بنبتدي عندنا من اللور للابر، بنتكلم عن الفيزيكال لاير. الفيزيكال لاير بالنسبه لنا بترانسميت سيربيت ستريم، ده اللي بيبقى مسؤول فيها الترانسميشن ميديا بتاعتي اللي هو الكابل، سواء كان وايرد او وايرلس بالنسبه لي. فهنا انا بكون في الفيزيكال لاير. هبتدي اطلع فوق شويه في الداتا لينك لاير. الداتا لينك لاير هنا بالنسبه لي اللي احنا هنا بنتعامل مع الداتا على انها فريمز. الفريمز دي بتنتقل وبيبتدي يتعمل لها ترانسميشن، سواء كان بوينت تو بوينت او بوينت تو مالتي بوينت مود. وهنا طبعا بنبتدي نعمل امبلمنت للايرور تشيكنج، تمام؟ يعني احنا هنا بنشوف ايرور ديتكشن، بنحاول نديتكت اذا كان في ايرور في الفريمز اللي موجوده عندي ولا ما فيش فيها ايرور. طيب النتورك لاير طبعا دي بالنسبه لنا هي اللوجيكال ادريسز، مسؤول عن حته اللوجيكال ادريس اللي هو الاي بي ادريس، وفي نفس الوقت هي بترانسفير الداتا بتاعتي فروم سورس تو ديستنيشن، يعني دي المسؤوله عن وصول الداتا عندك او تنتقل الداتا بتاعتك من ديفايس للتاني لحد ما توصل للديستنيشن اللي المفروض يستلم الداتا بتاعتنا. طب بعد كده الترانسبورت، قال لك الترانسبورت انت هنا مسؤول عن استابليش ومنتين، واللي انت تكنسل كمان الاند تو اند داتا ترانسميشن بروسيس، يعني اللي بيتحكم في الاتصال او بيعمل الفلو كنترول ما بين السورس والديستنيشن او الاند تو اند ترانسميشن هو الترانسبورت لير، بحيث لو في اي مشكله في الداتا اللي بتتبعت هو اللي بيبتدي يظبطها حسب البروتوكول اللي انت بتتعامل بيه في الابلكيشن بتاعك. والكلام ده ان شاء الله احنا هنوضحه مع بعض دلوقتي. طب السيشن، السيشن هنا اللي انت بتحاول تستبلش وتمانج وتترمينيت السيشنز بتوين كوميونيكيتنج بارتز، يعني بالنسبه لك لو في سيشن مفتوحه كابلكيشن اللي بيبتدي يمانج الكلام ده كله هو مين؟ هو السيشن ليه. البرزنتيشن طبعا انت هنا بتحتاج تهيئ الداتا بتاعتك وتظبطها علشان تقدر تبعتها على الترانسميشن ميديا او على النتورك بتاعتك، فانت محتاج ان انت تعملها فورماتنج، فالفورماتنج ده كله بيتم في البرزنتيشن لاير اللي موجوده عندي. الابلكيشن طبعا احنا عارفين اللي هو ده الابلكيشن او الجي او اي او الانترفيس اللي انت بتتعامل بيه، يعني انت فاتح الجوجل كروم فهنا الابلكيشن بتاعك بيكون هو الجوجل كروم. طبعا الاو اس اي ريفرنس موديل هم كانوا عباره عن 7 لايرز. طبعا في الاندستري لما نيجي نتكلم عن ال 7 لايرز بالنسبه لنا هتحس ان الوضع يعني ايه مش ملائم ليك، فعلشان كده بدانا ان احنا نفكر في الاندستري ستاندرد اللي هو بالنسبه لي الترانسميشن كنترول بروتوكول اوفر اي بي. يبقى الاو اس اي بروتوكول ستاك از كومبلكس، يبقى التي سي بي اند الاي بي بروتوكولز ار وايدلي يوزد في الاندستري، عندنا في الصناعه، علشان كده التي سي بي اوفر اي بي ريفرنس موديل اصبح المين ستريم ريفرنس موديل اوف ذا انترنت، يعني اي ديفايس دلوقتي متصل على الانترنت او شغال فهو المفروض يكون عارف التي سي بي اوفر اي بي ريفرنس موديل. طيب لو جينا نبص على الاو اس اي ريفرنس موديل زي ما انتم شايفين هنا، الاو اس اي ريفرنس موديل كان عباره عن 7 لايرز من فيزيكال داتا لينك نتورك ترانسبورت سيشن برزنتيشن ابلكيشن. حبينا نعمل نختصر او نعمل ريكاب للجزء او لل 7 لايرز دول علشان نقدر نفهمهم بشكل اوضح. قال لك الفيزيكال والداتا لينك لاير الاثنين دول هنقدر اللي احنا نعملهم في نتورك اكسس لاير، يعني لو الديفايس اللي موجود عندك كان واصل على الشبكه بس مش قادر يطلع على الانترنت او مش واصل على خدمات الانترنت، يعني التو ديفايسز موجودين ان ذا سيم اريا او مع بعض في نفس المكان وقادرين يكلموا بعض عادي بس هم مش قادرين يطلعوا على خدمات الانترنت، فهنا بالنسبه لك كده الديفايس بيكون نتورك اكسس. طب بعد كده لو انت قدرت توصل للانترنت او للبابليك نتورك يبقى انت كده وصلت للانترنت لاير. بعد كده هتطلع الهوست تو هوست لاير اللي احنا طبعا الترانسبورت ده بيقابل الهوست تو هوست لاير، يعني زي ما انتم ملاحظين احنا عملنا اجريجيشن للفيزيكال مع الداتا لينك وبقت حاجه واحده اللي هي النتورك اكسس لاير. اما النتورك لاير فسميناها انترنت لان اللي هيوصل للريموت نتورك فكده هو وصل لخدمات الانترنت. فالترانسبورت لاير طبعا سميناها هوست تو هوست لاير لان هي من ضمن الفانكشنز بتاعتها اللي هي اند تو اند ترانسميشن. اما الثري لايرز اللي موجودين عندنا اللي هم الابر ابلكيشن برزنتيشن سيشن، دول كلهم عملنا لهم اجريجيشن
وبدأنا اللي احنا نقول عليهم الابليكيشن، لان فعلا وحرفيا الابليكيشن هو اللي بيعمل كل الاجزاء الخاصه بالفورماتنج للداتا، انكودنج ديكودنج كل كومبريشن كل الحاجات دي الابليكيشن هو اللي بيعملها. فعلشان كده بدأنا نختصر الكلام بتاعنا. طبعا لو احنا جينا برضو هنشوف الايكويفالنت تي سي بي اوفر اي بي موديل، هنلاقي احنا ممكن نسميه برضو نسيب الفيزيكال زي ما هي فيزيكال، والديتا لينك والنتورك والترانسبورت، هنعمل بس اجريجيشن الثري اوفر لايرز اللي موجودين هنخليهم ابلكيشن لير. الكومون تي سي بي اوفر اي بي بروتوكولز، زي ما احنا يعني دايما متفقين في الكوميونيكيشن، لان احنا كلنا ديفايسز من فيندورز مختلفه بنتكلم مع بعض، فلا بد من وجود بروتوكول بيحكم عملية الاتصال ما بيننا وما بين بعض، والبروتوكول ده لازم يكون open standard اللي احنا كلنا نقدر نفهم. فطبعا كل layer من layers اللي موجودة عندنا بدأ يظهر فيها standards معينة علشان احنا كفيندورز نقدر نطبقها ونقدر نتعامل معاها وتكون حرفيا open standard، يعني مش حكر على حد، احنا كلنا بنقدر نستخدم البروتوكولز دي بشكل طبيعي. لو جينا نستعرض مع بعض بعض البروتوكولات اللي موجودة في الابليكيشن layers، في الابلكيشن لاير هتلاقي عندك فيه بروتوكول اسمه تيلنت. التيلنت ده طبعا مسؤول عن الريموت اكسس او الريموت مانجمنت للديفايسز اللي موجوده. هتلاقي عندك الاف تي بي اللي هو الفايل ترانسفير بروتوكول، هتلاقي عندك الاتش تي تي بي اللي هو الهايبر تكست ترانسفير بروتوكول، هتلاقي عندك سيمبل ميل ترانسفير بروتوكول ده اللي هو مسؤول عن عمليه السندنج للايميلز، هتلاقي عندك الترايفيال فايل ترانسفير بروتوكول، الدي ان اس دومين نيم سيستم، سيمبل نتورك مانجمنت بروتوكول، دايناميك هوست كونفيجريشن بروتوكول. كل دي مجموعه من البروتوكولات اللي موجوده في الابلكيشن لير. طبعا دي بروتوكولات بتقدر الابلكيشنز اللي انت بتسطبها عندك على الجهاز تقدر تستخدم الابلكيشن ده، يعني مثلا لو انت شغال جوجل كروم يبقى انت هتقدر تتعامل مع بروتوكول الاتش تي تي بي، لو انت مشغل الانترنت داونلود مانجر فانت ممكن تتعامل مع بروتوكول الاف تي بي وهكذا. فكل ابلكيشن موجود بيسبورت مجموعه من البروتوكولات حسب الابلكيشن او البيربز بتاع الابلكيشن. الترانسبورت لير لو جينا نتكلم عليها فيها مجموعه برضو من البروتوكولات اللي موجوده زي التي سي بي اللي هو الترانسميشن كنترول بروتوكول، واليو دي بي اللي هو اليوزر داتاجرام بروتوكول، وهنتكلم عليه بالتفصيل في السلايدز اللي جايه. برضه النتورك لير موجود عندك اي سي ام بي اللي هو انترنت كنترول مانجمنت بروتوكول او مسج بروتوكول سوري، وعندك الانترنت جروب مانجمنت بروتوكول ده الاي جي ام بي، ده خاص بالمالتي كاست وده خاص بالتست كونكتيفيتي اللي هو الاي سي ام بي. عندك الـ زي ما نقول كده اللي هو الجوكر بتاع النتورك لير وهو الاي بي اللي هو الانترنت بروتوكول. بالنسبه للديتا لينك موجود عندنا بعض البروتوكولات الستاندردز اللي احنا بنتعامل بيها دايما اللي هو الايثرنت والايثرنت فاميلي اللي موجوده عندنا، دي موجوده في اللوكال اريا نتورك. وعندك برضو التريبل بي موجود على مستوى الوان نتورك الوايد اريا نتورك، وعندك التريبل بي او اي موجود على مستوى الوان. ليه هنا انت قلت ده على مستوى اللان؟ لان البروتوكول ده هو بروتوكول ستاندرد خاص باللوكال اريا نتورك، اما التريبل بي هو بروتوكول ستاندرد خاص بالوايد اريا نتورك وهو التريبل بي او اي. طبعا الفيزيكال لير ده بيكون الترانسميشن ميديا بتاعه. بيتكلم عن الستاندردايزيشنز اورجانيزيشنز، المنظمات اللي مسؤوله عن عمليه الستاندردز او زي ما بنقول كده المعايير والمقاييس اللي احنا هنمشي عليها. قال لك زي الانترنت انجينيرنج تاسك فورس الاي تي اف، طبعا دي مسؤوله عن عمليه الديفلوبنج والبروموتنج الاي بي او الانترنت بروتوكول اللي موجود عندنا. الاي تريبل اي 30% يعني من الستاندرز اللي موجوده بالنسبه لنا، الاي تريبل اي كلها موجوده. زي ايه؟ قال لك بالنسبه لنا احنا الاي تريبل اي 802.3 ده الايثرنت فاميلي، الاي تريبل اي 802.11 ده الواي فاي الستاندرد اللي موجود عندنا. يعني لو انت الجهاز بتاعك بيدعم الايثرنت هتلاقي مكتوب عليه اي تريبل اي 802.3، لو الديفايس بتاعك بيدعم الواي فاي هيكتب عليه اي تريبل اي 802.11. الايزو اللي هو الانترنت اورجانيزيشن فور ستاندردايزيشن، ده هو منظمه دي بتلعب دور مهم جدا في عمليه الفورميليشن بتاعت الكمبيوتر نتورك ستاندرد. قال لك زي ايه؟ زي الاو اس اي ريفرنس موديل اللي موجود عندنا. هنتكلم طبعا عن ال 7 layers، هنبتدي بأول حاجة معانا اللي هو الابلكيشن لاير. الابلكيشن لاير بروفايدز ده الانترفيس فور الابلكيشن سوفت وير، علشان كده الابلكيشن ده هيقدر يستخدم النتورك سيرفيسز اللي موجودة عندنا. يعني احنا عاملين نتورك علشان الابلكيشن يرن، يعني الغرض من النتورك دي كلها لو احنا عندنا مثلا عندنا ويب سيرفر موجود، ف
فاحنا الغرض من النتورك اللي احنا عاوزين ناكسس الويب سيرفر اللي موجود عندنا، فهو ده الغرض منين؟ من وجود النتورك اللي فيه ابلكيشن محتاج اللي هو يستخدم النتورك. تمام، فطبعا هنا الابلكيشن عشان يستخدم النتورك لابد من وجود بورت او زي ما بنقول كده لوجيكال نمبر يتعامل عليه. يعني انا دلوقتي وصلت للديفايس، فالديفايس ده عنده مجموعه من السيرفيسز. طب انا هفرق السيرفيسز دي عن بعضها ازاي؟ يعني انا عندي ديفايس سيرفر، السيرفر ده موجود عليه اتش تي بي، وموجود عليه تيلنت، وموجود عليه اف تي بي، وموجود عليه سيمبل ميل ترانسفير بروتوكول، وموجود عليه ترايفيل فايل ترانسفير بروتوكول. كل دي سيرفيسز السيرفر ده بيقدر يقدمها لي. طب انا هفرق ما بين السيرفيسز دي ازاي؟ قال لك هتفرق ما بينهم من خلال البورت نمبر اللي احنا برضو هنتكلم عليه مع بعض. فهنا البورت نمبر بالنسبه لي زي الاتش تي بي، الخدمه رقم 80. طبعا ده بيسبورت معاك التي سي بي، لان احنا قلنا هنا دي ريلايبل كونكشن، ولسه هنتكلم برضو عنها بالتفصيل. يعني الحاجات اللي انت مش هتفهمها دلوقتي معانا ان شاء الله هتفهمها في السلايدز اللي جايه. يبقى الاتش تي بي ده ويب براوزنج سيرفيسز، البورت بتاعها 80. التلنت ده ريموت مانجمنت سيرفيسز، البورت بتاعها 23. وخلي بالك من البورتات بتاعه السيرفيسز دي، بتيجي اسئله في الامتحان دايما وبتطلب منك بشكل كبير. الاف تي بي قال لك الاف تي بي ده مالتي شانل بروتوكول، بيتعامل على 20 و21، 21 فور كنترول، 20 فور داتا. وهتعرف البروتوكول ده بالتفصيل الممل في السكيورتي في الاتش سي اي اي سكيورتي. الفايل ترانسفير بروتوكول ده طبعا مسؤول عن حته الانترنت فايل ريسورس شيرنج سيرفيسز، مسؤول عن حته الداونلود الابلود بالنسبه للفايلز اللي موجوده عندي. السيمبل ميل ترانسفير بروتوكول ده البورت بتاعه نمبر 25، ده تي سي بي سيمبل ميل ترانسفير بروتوكول. بالنسبه لي ده بيدي لك طبعا انترنت ايميل سيرفيسز. التي اف تي بي البورت بتاعه 69، وده بالنسبه لي خدمات يو دي بي. وهنعرف طبعا في السلايدز اللي جايه الفرق ما بين خدمات التي سي بي وخدمات اليو دي بي. اليو دي بي زي ما قلنا مع بعض ده اللي هو التي اف تي بي، هو سيمبل فايل ترانسفير بروتوكول. بالنسبه اللي هو ترايفل بالنسبه لي سيمبل، يعني الملفات اللي هي البسيطه، ده بيدي لك طبعا سيمبل فايل ترانسفير سيرفيسز. طب انت دلوقتي هتيجي تسال نفسك سؤال، ما الفرق بين الاف تي بي والتي اف تي بي؟ قلنا الاف تي بي مسؤول عن حته نقل الملفات اللي هي الملفات الكبيره بالنسبه لك. طبعا ده بيكون هيراريكال ستراكشر، الاستراكشر بتاعه هيراريكال، بيكون فيه مجموعه انت بتبقى مقسم طبعا، وكل فولدر بتدي له مثلا صلاحيات معينه وبريفليج معينه على كل فولدر، والاكسس بيتاخد على او بوليسيز معينه. اما الترايفل فايل ترانسفير بروتوكول ده سيمبل فايل، يعني ملفات صغيره، مثلا فيرم وير عندك بتعمل باك اب ملف صغير، اوبريتنج سيستم مثلا الفي ار بي عامل له مثلا باك اب، الحاجات دي كلها تقدر تتعامل من خلال التي اف تي بي بشكل طبيعي. اما الاف تي بي فانت لا، في عندك يعني زي ما بنقول ملفات فايل ريسورس شيرنج سيرفيسز، يعني متكامله ببعضها، تقدر اكسس لناس على فايلز معينه، على حاجات معينه. فده بالنسبه لك ده كده الفرق البسيط او سريع ما بين الاف تي بي والتي اف تي بي. بنتكلم عن الاف تي بي، بيبتدي يمسك لك مثلا كام مثال كده في كل لير موجوده عندنا من البروتوكولات، بيكلمك عن الاف تي بي. الاف تي بي هو بالنسبه لي فايل ترانسفير بروتوكول، ده بيترانسفير الفايلز من هوست للتاني علشان يمبلمنت الفايل داونلود والابلود. البروتوكول ده طبعا كلاينت سيرفر استراكشر. على سبيل المثال انت عندك اف تي بي سيرفر وده اف تي بي كلاينت، فالاف تي بي كلاينت هنا لوكال يوزر بتوبريت فايل اون ريموت سيرفر، يعني اليوزر لازم ينستول الاول اف تي بي كلاينت بروجرام عنده على البي سي ويسيت اب الكونكشن مع الاف تي بي سيرفر عشان يقدر يعمل داونلود للفايلز اللي موجوده على الاف تي بي سيرفر. طبعا لازم يكون عندي يوزر نيم وباسورد على اختلاف التي اف تي بي. اف تي بي سيرفر وعباره عن ديفايس بيرن الاف تي بي سيرفيس، وده بيديلك طبعا الاكسس والاوبريشن فانكشنز فور الريموت كلاينتس الاونج اليوزرز اللي هي تقدر تاكسس الاف تي بي سيرفر من خلال استخدامهم للاف تي بي كلاينت بروجرام، يقدر ياكسس السيرفر سواء يعمل داونلود او ابلود حسب الاوثرايزيشنز بتاعته. بنكلمك عن البروتوكول الثاني او السيرفيس الثانيه اللي موجوده اللي هي التلنت. التلنت عباره عن ستاندرد بروتوكول، ده بيدي لك ريموت لوجن سيرفيسز على النتورك، وبيسمح لليوزرز اللي موجوده اللي هي تقدر تعمل ريموت ديفايسز من خلال اللوكال بي سي. يعني الديفايس ده لو محتاج ياكسس اي
ديفايس من الديفايس، سواء اكسس بوينت، راوتر، سويتش، فاير وول، سيرفر، فهو لازم يبتدي اللي هو كتلنت كلاينت، يبتدي اللي هو يقدر يخش على الديفايس ده من خلال استخدام التلنت. طبعا التلنت ليه بعض ال ككونفيجريشن او كشغل، لازم اللي انت تيجي على الديفايس وتبتدي تعمله كونفيجريشن خاصه بالتلنت وتسمح له بخدمات التلنت علشان يقدر الكلاينت اللي هو ياكسس التلنت سيرفر ده ويقدر يتعامل معاه، ويقدر يتعامل معاه بشكل ريموتلي، ويقدر يعدل في الكونفيجريشن اللي موجوده على الديفايس. ال HTTP هايبر تكست ترانسفير بروتوكول ده وايدلي يوزد كنتورك بروتوكول على الانترنت. ال HTTP طبعا ديزايند تو بروفايد ا ميثود فور بابليشنج اند ريسيفنج HTML بيجز. انت محتاج قاعد على البراوزر بتاعك، محتاج ان انت تخش على موقع www.huawei.com، فانت في الحاله دي بتروح تاكسس السيرفر، السيرفر بيبعت لك HTML فايل، ال HTML فايل بيج دي، وتبتدي تستعرضها على البراوزر بتاعك. بيتكلم هنا طبعا خلصنا كده الابلكيشن لاير، هيبتدي يتكلم معاك عن الترانسبورت لاير. الترانسبورت لاير بمثابه لما انت بتفتح الابلكيشن بتاعك، بتبتدي الداتا بتاعتك خلاص طلعت من الابلكيشن، بتبتدي تعمل انكابسوليشن للداتا اللي موجوده، وتبتدي تحط هيدر موجود عندك. فالهيدر اللي موجود ده يا اما هيكون هيدر من النوع TCP او هيدر من النوع UDP. علشان كده احنا بنقول ان الترانسبورت لاير بتعمل لك اند تو اند او بورت تو بورت كونكشن. ازاي؟ لو انت فاتح عندك ويب براوزر، والويب براوزر ده انت فاتح عليه اكتر من تاب موجود عندك على الديفايس. طب انت ازاي كديفايس بتفرق ما بين التاب الاولاني والتاب الثاني والتاب الثالث؟ لو انت فاتح على التاب الاولاني الفيسبوك، وفاتح على التاب الثاني على سبيل المثال يوتيوب، والتاب الثالث اللي موجود عندك فاتح تويتر مثلا، فازاي الداتا بتاعتك بتوصل لك؟ يعني انت بتبقى فاتح سيرفيسز مختلفه على اكتر من تاب، فازاي يعني الدنيا بتاعتك بتبتدي توصل لك، او الداتا بتاعتك بتوصل لك بشكل طبيعي؟ اللي هيبتدي يتحكم في الموضوع ده هو البورت نمبر اللي موجود عندك. في كل لير من اللايرز اللي موجود عندنا بيبقى في حاجه اسمها البروتوكول داتا يونت. البروتوكول داتا يونت هو شكل الداتا اللي موجود عندي في اللاير دي. يعني لو احنا هنا في الترانسبورت لير، فالداتا بتاعتي شكلها بيكون سيجمنت. وطبعا ركز في الكلام اللي احنا بنقوله، لان الكلام اللي احنا بنقوله ده بيبقى معظمه اسئله في الامتحان. طبعا الترانسبورت اللي موجود عندك الترانسبورت لير فيها مجموعه برضو من البروتوكولات، يعني كل لير فيها مجموعه من البروتوكولات بتخدم عليها. زي ما احنا اتكلمنا في الابلكيشن، الابلكيشن كان فيه بعض البروتوكولات اللي موجوده في الابلكيشنز اللي اتكلمنا عنها، زي التلنت وزي ال HTTP، واتكلمنا برضو عن ال FTP، فدي كلها بروتوكولات بتخدم في الابلكيشن لاير. فعندنا برضو بعض البروتوكولات اللي بتخدم، او بروتوكولات رئيسيه في الترانسبورت لاير بتخدم عليها، هي ال TCP وال UDP. ال TCP هو كونكشن اورينتد بروتوكول. بالنسبه لي كونكشن اورينتد يعني ايه؟ يعني الاتصال بتاعك موثوق فيه. يعني ما ينفعش ان انت تستبلش كونكشن موجود والكونكشن ده يحصل فيه مشكله، او الداتا بتاعتك توصل بشكل مش طبيعي او ناقصه جزء منها. اليو دي بي هو كونكشن ليس بروتوكول. كونكشن ليس يعني ايه؟ يعني بالنسبه لك هو ما يهموش حاجه، يعني هو هيبعت وخلاص. ده الوظيفه بتاعته، اللي هو يبتدي يبعت الداتا بتاعتك وخلاص، مش هيهمه الداتا بتاعتك وصلت ما وصلتش، هو بيبتدي يبعت. فمعنى كلامي ان التي سي بي بيهتم بالدقه على حساب السرعه، اما اليو دي بي بيهتم بالسرعه على حساب الدقه. هيجي يكلمك طبعا عن الهيدر فورماتس، وزي ما احنا قلنا الداتا بتاعتك في الابلكيشن بيبتدي تنزل وتاخد هيدرز. لو احنا اتكلمنا عن الفلاجز الرئيسيه بالنسبه لنا في التي سي بي، هنتكلم عن السورس بورت. يعني لازم يكون البورت اللي موجود عندك رقمه كام اللي طالع منه الداتا بتاعتك. وزي ما قلنا كل سيرفيس بتتفتح عندك على الجهاز بتاعك بتاخد بورت. بتاخد بورت يعني ايه؟ يعني بتاخد رقم لوجيكال. يعني على سبيل المثال لو انت فاتح تاب، التاب ده ممكن ياخد 1024 كرقم، ده الرقم بتاعه. رايح للديستنيشن 80، معنى كلامك اللي انت رايح تتعامل مع ال HTTP، ده اللي احنا اتكلمنا عليه قبل كده. فكل الكلام ده بتبتدي انت تحدد من خلال الديستنيشن بورت انت رايح لمين بالظبط. طبعا الديستنيشن بورت بيكون بالنسبه لنا هنا بابليك بورت، يعني بورت معروف ما يقدرش يتغير. يعني احنا مثلا HTTP عارفين اللي هو بورت 80،
والنون بورتس يعني بورتات معروفه محدش يقدر يغيرها. اما البورتات اللي هي السورس او بتاعه الابلكيشنز اللي موجوده فهي بتجنريتد راندوملي من خلال الاوبريتنج سيستم اللي انت بتتعامل عليه. طبعا التي سي بي ده بيتعامل مع السيكونس والاكنولجمنت، وهنشوف دلوقتي مع بعض بعض الامثله، وبيعمل طبعا فلو كنترول وبيبتدي يعمل تشيك سم. اما لو انت جيت تبص على اليو دي بي او اليوزر داتا جرام بروتوكول، الهيدر بتاعه هو 8 بايت، اما الهيدر بتاع التي سي بي هو 20 بايت. لو انت لاحظت كده هتلاقي الهيدر بتاعنا اليو دي بي هو سيمبل، السورس بورت بس والديستنيشن بورت واللينس والتشيك سم والديتا بتاعتك البيلود اللي موجوده. فالفرق هنا اللي موجود اللي انت بتقسم الداتا بتاعتك، وبعد ما بتقسم الداتا بتبتدي اللي انت تبعتها، اما هنا اتصال ريلايبل اما هنا بالنسبه لك كونكشنز. طيب لو جينا ندي مثال سريع على الترانسميشن، او ازاي انت كديفايس هتتعامل مع الترانسبورت لير اثناء الداتا ترانسميشن. لما نيجي نتكلم هنا ده اتش تي تي بي كلاينت، وده عندي اتش تي تي بي سيرفر. الكلاينت اللي موجود عندي فاتح ويب براوزر، يعني فاتح جوجل كروم، وفاتح بيعمل خدمات تلنت، يعني عنده فاتح اتنين ابلكيشن، ابلكيشن الاولاني اللي هو جوجل كروم، الابلكيشن التاني مثلا فاتح السي ام دي وكاتب تلنت او عاوز يخش على التلنت كديفايس. لو احنا لاحظنا هنلاقي البورت اللي طالع بيه الويب براوزر او الابلكيشن بتاعك هو 1024، ده السورس بورت. الديستنيشن بورت بتاعك هناك هو بورت كام؟ بورت 80. يبقى الراجل ده فاتح ويب براوزر طالع بسورس بورت 1024 رايح لديستنيشن بورت 80. يعني لو جينا نبص للفورمات بتاع او الهيدر بتاعنا اللي موجود، لو جينا نبص عليه بشكل كامل، السورس اي بي هيكون 4 وحيد اللي هو الاي بي بتاعك ك اتش تي تي بي كلاينت، الديستنيشن اي بي 4 اتنينات اللي هو الاي بي بتاع السيرفر، السورس بورت 1024، الديستنيشن بورت 80. يعني هو رايح لخدمات اللي هي ال 80 ده اللي هو خدمات ال HTTP، وده البيلود اللي هي الداتا بتاعتك بتاع ال HTTP. طب لو احنا جينا نتكلم على التلنت، لو جينا نعمل الباكت فورمات بتاعتي هقول السورس اي بي برضو 4 وحايد، الديستنيشن اي بي 4 اتنينات، السورس بورت هيكون 1231، الديستنيشن بورت هيكون 23. ملاحظه هنا اللي احنا ايه لاحظنا ايه؟ اللي انت عندك الديفايس ده فاتح اكتر من ابلكيشن، زي ادي ابلكيشن والابلكيشن تاني، وده الراجل ده عنده اكتر من سيرفيس، يعني الراجل ده شغال سيرفيس اتش تي تي بي وشغال تلنت، فقدر يخدم على الناس بس من خلال اي حد يقدر يتواصل عليه على رقم 80 هيتعامل مع الاتش تي تي بي، اي حد يتواصل على 23 هيقدر يتعامل مع خدمات التلنت اللي موجوده عندي. طب هنا هيبتدي يكلمك عن التي سي بي بشكل مفصل، ويبتدي يكلمك عن الكونكشن سيت اب، ويكلمك عن الثري واي هاند تشيك. قال لك قبل ما الداتا بتاعتك او قبل ما تبعت الداتا لابد من ان انت تبعت ثري واي هاند تشيك، يعني بتقول له لازم تقول له السلام عليكم وعليكم السلام. ده اللي هو التي سي بي. التي سي بي بيحب يتاكد الاول ان الراجل اللي قدامه مستعد اللي هو يستقبل الداتا بتاعته. فقال لك ازاي الثري واي هاند تشيك؟ لو احنا على سبيل المثال ده بي سي 1 وده بي سي 2، هنبتدي اللي احنا نبعت الثري واي هاند تشيك. اول حاجه هبتدي اقول له انا محتاج ان انا اعمل ساين، يعني محتاج ان انا اتزامن معاك او افتح اتصال. فانا بقول لك انا عاوز افتح معاك اتصال، تمام؟ افتح اتصال ابتدي اعتبر لك ابعت لك سيكونس راندوم ايه، تمام؟ لو انت رديت عليا وقلت لي انا محتاج ايه بلس 1، يعني معنى كده ان انت استلمت ايه، فبالنسبه لي يعني في النقطه دي يبقى انت ايه، يبقى انت كده بدات ان انت تفتح معايا الاتصال، وبدات تقول لي الاكنولجمنت انا عاوز اعمل معاك اتصال ساين وايه واكنولجمنت بتاعي. بعد كده لو انا بدات ان انا اقول لك خلاص هات لي، يعني انا قلت لك خلاص ايه انا هفتح معاك اتصال هات لي ايه بلس 1 وخد مني، انا هدي لك كده راندوم بي. لو انت جيت ترد عليا وقلت لي خلاص انا محتاج بي بلس 1، يبقى انت في الحاله دي خلاص كده الكونكشن بتاعنا بدا اللي هو يستبلش خلاص، تمام؟ يبقى تي سي بي كونكشن از استبلش. طبعا كل الارقام اللي موجوده دي راندوملي، يعني بتكون حاجات زي راندوم بنتشيك مع بعض ونبتدي نفتح التشانل اللي موجوده ما بيننا كتو اند اثناء الترانزكشن. التي سي بي سيكونس نمبر والاكنولجمنت نمبر بيبتدي خلاص احنا عملنا الثري واي هاند تشيك وبدانا اللي احنا التي سي بي كونكشن بتاعنا استبلشد. ايه اللي هيحصل؟ هبتدي ابعت لك بقى الداتا اللي انا محتاجها، يعني عاوز ابعت لك الاي بلس 1، اقول لك خد سيكونس اي بلس 1،
تمام. بعد كده انت بترد عليا تقول لي خلاص ما فيش اي مشكلة، هات لي اللي بعدها. يعني هات، لو انا قلت لك مثلا خد سيكونس واحد، هتبتدي انت تقول لي اكنولجمنت اتنين، يعني انا عاوز منك اتنين، هتقول له خلاص خد سيكونس اتنين. بعد كده اقول لك اكنولجمنت تلاتة وهكذا. معنى النقطة دي معناها ايه؟ معناها ان انت كل لما بتبتدي تبعت ديتا بيرد عليك هو بالاكنولجمنت، بيقول لك خلاص انا استقبلت واحد، هات لي اتنين وهكذا. طب لو حصل عندك اي مشكلة في اي جزء اثناء الترانسميشن، قال لك هتبتدي تعمل ري ترانسميشن، لان احنا قلنا التي سي بي ريلايبل كونكشن، يعني المفروض ان انت بتبعت الداتا بتاعتك بشكل صحيح، ما يحصلش فيها فقد في الداتا بتاعتك. طب لو اتكلمنا عن الويندو سلايدنج ميكانيزم، احنا قبل ما بنبعت لبعض بنتفق على الويندو مثلا 3، اللي احنا هنبعت 3 سيكونس ورا بعض، ده الاتفاق بتاعنا. احنا قلنا مثلا واحنا هنشتغل مع بعض هنبعت ويندو 3، اتفقنا تمام. فانا هبتدي ابعت لك ادي سيكونس 101 102 103، مفيش اي مشكله. لو انت رجعت بقى قلت لي هات ال 104، يبقى احنا معناها خلاص هبتدي ابعت لك 104 105 106 وهكذا تمام. يعني انا بعت لك الثلاثه ورا بعض، قلت لي هات لي 104، يبقى انت معناها كده ان انا هبتدي كده ال 100 لحد ال 103 وصلوا، فانا هبتدي ابعت لك من عند 104 105 106 وهكذا. هنا بيكلمك عن احنا خلصنا الكونكشن، بدأنا اللي احنا عاوزين نعمل ترمينيشن للكونكشن اللي موجود، فاحنا هنا هنبتدي نتعامل من خلال الفور واي هاند تشيك. المره دي لما بسيبك وامشي بتعامل معاك بالفور واي هاند تشيك، بقول لك انا محتاج ان انا اعمل ايه فينش للكونكشن ده، فبتبتدي واكنولجمنت بتاعي ببتدي اقول لك خلاص اكنولجمنت ما عنديش اي مشكله انا موافق، وفي نفس الوقت برضو انا محتاج ان انا اعمل فينش، هل انت موافق ولا لا؟ بتبتدي يقول لك خلاص انا موافق ما عنديش اي مشكله، فبالنسبه لك الكونكشن بتاعك بيكون دوت. يبقى هنا دايما في اسئله في الامتحانات اللي هو عشان تستبلش الكونكشن في التي سي بي، فانت محتاج تستخدم الثري واي هاند تشيك، وعشان تترمينيت الكونكشن اللي موجود عندك فانت هتبتدي تستخدم الفور واي هاند تشيك اللي موجودين عندك. هندخل في اللير بعد كده اللي هي لير 3، اللي هي بالنسبه لي النتورك لير. نتورك لير زي ما احنا عارفين ده مسؤول عن عمليه الكونكشن بتوين الهوستس اللي موجوده عندنا، ده ترانسميشن للداتا من هوست للتاني. يعني لو هوست عاوز يكلم هوست يبقى اللي بيظبط الدنيا دي كلها ومين هو النتورك لير ككونكشن. البي دي يو بتاعتي في النتورك لير بالنسبه لي بيبقى اسمها باكيت، يعني انا هنا شكل الداتا بتاعتي في النتورك لير بيبقى اسمها باكيت. وطبعا زي ما احنا اتكلمنا مع بعض وقلنا ان النتورك لاير بتاعتي ممكن يكون اسمها انترنت لاير برضو، يبقى هنا نبتدي ان انت تسند الباكيت فروم سورس هوست تو ديستنيشن، ده وظيفه مين؟ النتورك لاير. الفانكشنز بتاعتها اللوجيكال ادريسنج اللي هي بتدي لك اي بي لكل نتورك ديفايس موجود عندك، او كل روت موجود، واي ديفايس موجود على النتورك بياخد اي بي ادريس. الكومن نتورك لاير بروتوكول زي الاي بي فيجن 4 الاي بي فيجن 6 الاي سي ام بي الاي جي ام بي. لو احنا جينا نتكلم عن الوركينج بروسيس اوف نتورك لاير بروتوكول، ده طبعا اول حاجه لو احنا هنا هنبعت مثلا جواب، فاحنا الجواب هنا هنبتدي نعمل له انكابسوليشن ونبتدي نحطه في الانفولوب. الانفولوب هنا هيكون عباره عن الاي بي باكيت هيدر اللي موجود عندنا، بتحط السندر اللي هو السورس اي بي، وبتبتدي تحط الريسيفر بالنسبه لك اللي هو الديستنيشن اي بي. يعني الانفولوب ده اللي هو الهيدر بتاع الاي بي، اما هنا بالنسبه لي السندر هو السورس اي بي والريسيفر هو الديستنيشن اي بي. لو جينا نتكلم على توبولوجي، على ريل توبولوجي حقيقيه، بي سي 1 حابب يكلم بي سي 2 فيبتدي يبعت الباكت بتاعته، هتروح للجيت واي، الجيت واي هيبتدي يبص ويشوف انا هقدر اروح للنتورك ايه ولا لا، وبناء على الراوتنج تيبل بتاعه هيبتدي يفورورد الداتا بتاعتك فروم ديفايس تو انذر ديفايس انتل ريتش تو فاينل ديستنيشن، لحد ما توصل للفاينل ديستنيشن بتاعنا. يبقى النتورك لاير هيدر باكيت من خلال السورس انت بتبتدي تحدد السورس اي بي والديستنيشن اي بي، وزي ما احنا عارفين السورس اي بي والديستنيشن اي بي طول فتره رحله الباكيت بتاعتك ما بتتغيرش، اللي بيتغير دايما الماك ادرس اللي هو السورس ماك والديستنيشن ماك. يبقى اتش نتورك ديفايس زي الروتر اللي موجود عندنا ده عنده روتنج فانكشن مينتين راوتنج تيبل زي الماب الخريطه اللي بيبتدي يبص عليها علشان يبتدي فورورد الداتا بتاعته. After receiving الباكت اللي بيبتدي النتورك ديفايس اللي هو يريد النتورك لاير اللي موجود عندك اللي هو الديستنيشن ادرس، ويبتدي يدور في الراوتنج تيبل ويبتدي يشوف هل فعلا هيقدر يوصل للديستنيشن ده ولا لا.
لو قدر يوصل للديستنيشن هيبتدي فورورد بيزد على الروت انتري اللي موجود عنده. بعد كده بيكلمك عن الداتا لينك لاير. الداتا لينك لاير دي عباره عن هي لوكيتد بتوين النتورك والفيزيكال، ودي بتدي لك سيرفيسز للايه للاي بي او الاي بي فيرجن 6 سواء كان اي بي فيرجن 4 او اي بي فيرجن 6. بمعنى صح ده مسؤول عن الفيزيكال ادريسنج اللي هو الماك ادريس اللي هو الميديا اكسس كنترول. اما في النتورك لاير اللي كان موجود قدامي او اللي بيلعب دور رئيسي هو الاي بي او الانترنت بروتوكول، هنا اللي بيلعب الدور الرئيسي هو الماك ادريس او الميديا اكسس كنترول اللي موجود عندي او الفيزيكال ادريس. يبقى الفانكشنز بتاعتك هنا اول حاجه ده انترا سيجمنت كوميونيكيشن، يعني الداتا لينك مسؤوله على اللي انت تقدر توصل من ديفايس للتاني انسايد النتورك بتاعتك داخل اللوكال اريا نتورك، لكن مش هتقدر تروح لحد بعيد عنك في النتورك او ريموت نتورك. طب اسم او البي دي يو بتاعت الداتا بتاعتي اللي موجوده عندي في الداتا لينك لاير هي بتبقى عباره عن ايه؟ قالك بتكون عباره عن فريم، ده البي دي يو بتاعتي. وطبعا فريمنج مسؤول عن حته الفريمنج الفيزيكال ادريسنج الايرور كنترول. الترانسبورت لاير كانت ايرور يعني ايرور كوريكشن بتصلح الاخطاء من خلال الترانسميشن، هنا ايرور كنترول بتحاول تتشيك على الايرور. قال لك زي ايه؟ طبعا البروتوكولات دي طبعا اسئله برضو بتيجي في الامتحان. قال لك زي الاثر نت والتريبل بي او اي والتريبل بي. طبعا اتكلمنا قلنا الاثر نت في اللوكال اريا نتورك والتريبل بي او اي والتريبل بي دول موجودين في الوايد اريا نتورك. هيبتدي يكلمك عن الادرسز اللي موجوده زي الماك ادرس، فبيكلمك هنا عن الايثرنت ديفينيشن عامه. لو انت عندك نتورك الايثرنت ده عباره عن برودكاست مالتيبل اكسس بروتوكول، ده بيتعامل في الداتا لينك لير زي ما احنا قلنا مع بعض، يعني احنا شغالين كلنا دلوقتي ايثرنت. طبعا اي ديفايس واصل على سويتش فده يعتبر موجود في نفس البرودكاست دومين، مع اعتبار ان كلنا واصلين على نفس الفي لان، والكلام ده احنا قلناه في الموديول اللي قبل كده واتكلمنا قلنا لو احنا مع بعض في نفس البرودكاست ده مع اعتبار ان احنا كلنا مع بعض في نفس الفي لان. لحد ما نبتدي نتكلم في الموديول الخاص بالفي لان هتبتدي تتعرف بقى عن حته البرودكاست دومين، وبدانا ان احنا نقسم البرودكاست دومينز اللي موجوده عندنا عشان نايزوليت من البرودكاست ستورمز اللي موجوده. فدي كلها حاجات ان شاء الله تتعرف عليها في الموديولز اللي جاي. الايثرنت سورس ماك ادرس بيكلمك عن الماك ادرس اللي هو الميديا اكسس كنترول، وده عباره عن يونيك ايدنتيفاير للان اي سي نتورك انترفيس كارد اللي موجود عندك. فهنا كل كارت موجود او كل ان اي سي بيبقى عنده فيزيكال ادرس او ماك ادرس خاص بيه، ما بيتكررش على مستوى العالم، يعني ما ينفعش حد ياخد نفس الماك ادرس اللي موجود. فالديفايس هنا طبعا بيشتغل في الداتا لينك لير، ده هو عباره عن ايثرنت سويتش. احنا بنتكلم عن سويتش بيتعامل مع الايثرنت، ده بيتعامل او بيفورورد الداتا بتاعته او الفريمز اللي موجوده بيزد على الماك ادرس تيبل اللي موجود. وطبعا الكلام ده برضو بالتفصيل هتبتدي تتعرف عليه يعني في السيشنز اللي جايه او الموديولز اللي جايه. الارب ابتدي يكلمك عن الارب ادرس ريزولوشن بروتوكول، ولا فور فيرست تايم لما هوست ايه حابب يكلم هوست بيه اول حاجه ما بيبقاش عارف الماك ادرس او الديستنيشن ماك ادرس بتاعه. يعني انا اصلا انا كهوست ايه في البدايه ما اعرفش الماك ادرس، بس اعرف الاي بي ادرس بتاع الديستنيشن، لان احنا قلنا مش هعرف ابعت داتا لحد لما اكون عارف عندي سورس اي بي وعندي ديستنيشن اي بي، لكن انا ما اعرفش الرقم المحلي او الماك ادرس اللي هو موجود اوريدي عندنا احنا هنا في النتورك مع بعض او داخل النتورك بتاعتنا انا ما اعرفوش. فابتدي ابعت حاجه اسمها الارب ريكويست، بقول لهم يا جماعه الاي بي بتاعه 192.168.1.2 يا ريت ترد عليا بالماك ادرس بتاعه علشان اقدر ان انا بعد كده اكتب الديستنيشن ماك ادرس بشكل مباشر في الباكت بتاعتي مباشره. فبيبتدي الراجل ده يرد عليك بالارب ريبلاي، فبتبتدي انت بعد كده تسيف الماك ادرس بتاعه في الارب كاش بتاعتك. يعني لو جينا نتكلم بقى على التفصيل بتاعت البروسيس، اول حاجه الراجل ده بيشيك على الكاش بتاعه، لو ما عندوش معلومات بتخص الاي بي 192.168.1.2 بيبتدي يبعت ارب ريكويست. بعد كده الهوست 2 ده بيبتدي يضيف الارب انتري عنده، يعني بيبتدي يحط معلومه اللي عنده الاي بي 192.168.1.1 الماك ادرس بتاعه الماك ادرس الفلاني، ويبتدي يبعت الارب ريبلاي. بعد كده لما هوست 1 يستقبل الارب ريبلاي بيبتدي يشوف الكاش او يضيف المعلومه دي في الكاش اللي موجود عنده. يعني لو جينا نمشي اهو مع الدايجرام، قال لك اول حاجه بتشيك على الارب انتري لقيته فاضي، تاني حاجه بتبتدي اللي انت تبعت اذاعه
اللي هي برودكاست اللي هو الارب ريكويست، بتقول لهم يا جماعه الاي بي بتاعه كذا يرد عليا بالماك. لو انت لاحظت هنا الديستنيشن ماك ادرس اصفار، يعني انا ما اعرفش الماك ادرس بتاعك، فانا محتاج اللي انا اعرفه. فمجرد لما انت تبعت معلومه زي دي، بعد كده بيبتدي المعلومه تروح لهوست 2، يبتدي هوست 2 يحط المعلومه اللي 192.168.1.1 موجود على الماك ادرس الفلاني، يبتدي يخزنها عنده. وبعد ما يبتدي يخزنها يبتدي اللي هو يرد عليك بقى بالارب ريبلاي، هيبتدي يقول لك الارب ريبلاي الماك ادرس بتاعي اللي هو الماك ادرس اللي موجود، يبتدي ماك ادرس 2. فانت هتبتدي تعرف الماك ادرس بتاعه من خلال استقبالك للارب ريبلاي. بعد ما بتستقبلها طبعا بتسيبها في الارب كاش بتاعتك زي ما انتم شايفين 192.168.1.2، بدأ يعرف على الماك ادرس الموجود قدامك. الفيزيكال لير بالنسبه لنا، الفيزيكال لير طبعا دي اللي هي بتبتدي كونفيرت الديجيتال سيجنالز للاوبتيكال لو انت شغال فايبر اوبتكس، او الكتريكال سيجنالز لو انت شغال كابلات العاديه سواء يو تي بي او اللي هي الشيلدد والانشيلدد توستد بيل، او لو انت شغال الكترو ماجنتيك ويفز لو انت شغال وايرلس. دي كلها الايه الفيزيكال ميديا بتاعتي. طبعا الفيديو بتاعتي هي بيت ستريم زي ما عباره عن بيت موجود عندي، ده طبعا الترانسميشن ميديا اللي موجوده سواء انت شغال تويستد بير او اوبتيكال فايبرز او الكترو ماجنتيك ويفز. الكومن طبعا ترانسميشن ميديا، ده تويستد بير ار جي 45، ده داتا كونكشن من خلال تويستد بير لو انت شغال ايثرنت. عندك هنا طبعا داتا ترانسميشن لو انت شغال اوبتيكال فايبر، لو انت شغال ده الاوبتيكال موديول الموجود عندك، وده الفايبر كيبل اللي موجود عندك اللي انت بتبتدي تعمل له كونكشن لو انت شغال على الوان. ان انت تتعامل مع سينكرونس او الاسينكرونس السيريال كيبلز اللي موجوده عندك. طبعا هي لو انت شغال وايرلس فانت بتتعامل مع الكترومغناطيك ويفز من خلال استخدامك للواي فاي اللي موجود عندك. اخر سيكشن معانا في الموديول بتاع النتورك ريفرنس موديل هو الداتا كوميونيكيشن بروسيس. هبتدي اتكلم بقى على البروسيس بشكل عام وازاي بتتم، وهنلخص الكلام اللي احنا قلناه مع بعض. الداتا انكابسوليشن طبعا عند السندر، السندر ده محتاج اول حاجه اللي هو يدخل على موقع واوي دوت كوم، الداتا بتكون معاه في الابلكيشن زي ما انتم شايفين، ده الداتا بتاعتي. بدات اللي انا اضيف عليها التي سي في هيدر اللي موجود عندي، اتحولت لسيجمنت، وده الداتا برضو بتاعتي ما زالت موجوده عندي. الاحظ بقى اللي هيحصل، اخدت التي سي في هيدر مع الداتا نفسها وبقى هم بيلود، وبدات احط عليهم الهيدر اللي هو الاي بي اللي هو السورس اي بي والديستنيشن اي بي. بعد كده بدات اعمل انكابسوليت الاي بي هيدر مع البيلود، وبدات ان انا اعمل لهم انكابسوليشن واركب عليهم الايثرنت هيدر والاف سي اس اللي هو الفريم تشيك صم اللي موجود عندي، وبدات اللي انا اقول عليه فريم. بعد كده بدات اللي انا ابعت الداتا بتاعتي على الترانسميشن ميديا. الداتا بتاعتي بدات تمشي وتعدي من على جهاز للتاني زي ما انتم شايفين، ده سويتش وعدت على راوتر لحد ما وصلت لمين؟ للسيرفر. عند السيرفر هيبتدي يستقبلها من على الفيزيكال لير، هيبتدي طبعا يشيك على الديستنيشن ماك ادرس، ويبتدي اللي هو يفك الهيدرز اللي موجوده، ده عمليه الديكابسوليشن. هيبتدي برضو يفك الاي بي هيدر، هيبتدي يفك التي سي بي هيدر لحد ما يستقبل الداتا عند السيرفر، وبالتالي الداتا بتاعتك هتوصل للديستنيشن بتاعها ويبتدي يحصل لها ديكابسوليشن عند الريسيفر. ملخص للكلام اللي احنا قلناه، الاو اس اي ريفرنس موديل والتي سي بي اوفر اي بي ريفرنس موديل هما الاثنين نفس الكونسبت بتاعنا، بداوا يسهلوا علينا حته الفانكشنز والباوندريز بتوين اللايرز، وسهلوا عليك عمليه الديفلوبمنت والديزاين والترابل شوتنج. يعني لو حصل مشكله في الكيبل فانت عارف ان في مشكله في الفيزيكال لاير، لو حصل مشكله او النتورك عندك بقت نتورك اكسس فانت عارف ان في مشكله في الانترنت، انت كده مش قادر تطلع على الانترنت، وهكذا. حصل عندك مشكله في الابلكيشن، كل الكلام ده انت هتبتدي تعرفه من خلال الـ OSI Reference Model اللي موجود عندك. يبقى بيقول لك هنا الـ Functions of each layer موجود عندك defined زي ده الـ Industry اللي هو الـ Industry Standardization. الـ Interfaces can be provided to enable communication between hardware اللي انت بدأت يعني تتعامل مع اي هاردوير، وتتعامل compatibility بدأت تظهر معاك. يعني مثلا ديل هيكلم HP، يعني الـ OSI Reference Model أو المودل عامة سهل عليك عملية الكومباتيبلتي. الـ Data Generation and Transmission require طبعا collaboration between modules اللي أنت علشان يحصل Data Generation أو Transmission، ده السؤال اللي إحنا إتكلمنا عليه بيحصل
collaboration between modules. يعني من الاخر كده كلنا كل واحد عنده بيكمل التاني، وكل واحد عنده responsibilities او المسؤوليات الخاصة بيه. لو احنا جينا برضو بيسأل السؤال ده طبعا احنا جاوبنا عليه لسه مجاوبين عليه حالا، هو البنفيتس بتاعت اللايرد موديل. بيكلمك كده طبعا الكومن بروتوكولز الموجوده في الابلكيشن لاير، ترانسبورت نتورك، الكلام ده طبعا قلنا. لو جينا ندي مثال على الابلكيشن زي التيل نت والاف تي بي الاتش تي بي، ترانسبورت طبعا تي سي بي ودي بي، نتورك زي الاي بي والاي سي ام بي والاي جي ام بي، الداتا لينك طبعا لاير زي التريبل بي تريبل بي او اي ايثر نت. وبكده يبقى احنا كده طبعا يعني احنا خلصنا الجزء بتاع النتورك ريفرنس موديل. الى ان نلتقي بمشيئه الرحمن في موديولز اخرى من تريننج اتش سي اي اي داتا كونفرجن 1. بمشيئه الرحمن نشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.